ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. طيب، بمعنى كتاب البخاري كتاب الشهادات، قال بابه شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف وما يعرف بالأصوات. شوف هنا، راد الإمام البخاري أن يفعل شيئا، أن يبين أن الكلام على مسألة الأعمى، رضي الله عنك أحمد أحسن الله عليك، الأعمى هل يقبل، يعني شهادته تقبل؟ ها، لأن المسألة هنا الأعمى لا يرى ولا يدقق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أردت أن تشهد تشهد على مثل هذا. طبعا هذا الكلام تشهد على مثل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تفهمه أخي الكريم، لما يقول أن تشهد على مثل هذا الحديث ليس بصحيح، لكن هذا هو الأصل. الأصل أنه لا يشهد إلا على ما تأكد، وهو أعمى لا يرى. فقال هنا، شوف في هذه المسألة من أفضل ما تكون في هذا الباب، أنه قال وما يعرفه أو ما يعرف بالأصوات، أو ما يعرف بالأصوات في هذا الباب، يعني أو ما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا، وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، وقال الزهري أرأيت إن ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان أن ابن يسار استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي، قالت سليمان أدخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة منتقبة. هنا الكلام في أداء الباب، يعني على هذه التعليقات، وأن الإمام البخاري أتى بكل هذه التعليقات فيها دلالة على جواز شهادة الأعمى في مثل هذه المواقف، وإن كان كثير من الذين يعني تولوا شرح الصحيح يعني ردوا على البخاري استدلاله بذلك، وقال كل ما أتى به من التعليقات لا يثبت قبول شهادة الأعمى، وأن هذا كله مردود عليه، وهذا فيه نظر، والصحيح أنها تقبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل عبد الله بن أم مكتوم يؤذن وأخذ بتأذينه عندما يقال له أصبحت يقوم فيؤذن. التعليق الأول، كل هذه التعليقات أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث والحسن عن الحسن وابن سيرين قال شهادة الأعمى جائزة. بالتصريح قال الحسن شهادة الأعمى جائزة، وأيضا ابن سيرين قال بذلك. وحدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى. طبعا كل هذا فيما كان فيه تمييز الأصوات. وحدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد سألت الحكم بن عتيبة فقلت إن القاسم بن محمد سئل عن الأعمى فقال تجوز شهادته ويؤم القوم، فقال وما يمنعه أن يؤم ويشهد، يعني ما الذي يمنعه؟ إذا كان يميز الصوت فله أن يؤم أن يشهد على تمييز الصوت. وحدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره. والكل من قال بجواز شهادة الأعمى لم يفرق بين أن يكون رأى قبل العمى أم لا. وقال محمد بن حزم صح عن عطاء أنه أجاز شهادة الأعمى. وأثر الشعبي رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن حسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة عنه أنه أجاز شهادته. وأثر الحكم رواه أيضا عن ابن مهدي عن شعب أسألت الحكم عن شهادة الأعمى فقال رب شيء تجوز فيه يريد. يريد إذا كان شيء يعلم بالصوت أو اللمس أو الشم وهو يعلمه جيدا فله أن يشهد عليه. واحتجاج الزهري بن عباس لأنه كف بصره في آخر عمره كأبيه وجده، وكاد ابن عمر وأبو قحافة وأبو حميد السعدي وغير واحد من التابعين منهم عبد الله بن الحكم وأبو بكر بن عبد الرحمن، هؤلاء جميعا وكان تقبل شهادتهم. وأيضا يعني كأنه يريد أن يحتج بلازم فعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه.
وتعليق عائشة رضي الله عنها في سلمان أو سليمان، قالت من سليمان؟ سمعت صوته فعلمته، فقالت ادخل إنما أنت مولى ما بقي عليك درهم، ادخل إنما أنت مولى ما بقي عليك درهم واحد. وأخرج ابن مندة وأثر سمرة، ورد حديث يخالفه، وأخرج ابن مندة في كتابي أنه كلمته امرأة وهي منتقبة، فقال أسفري فإن الإسفار من الإيمان، قال أسفري فإن الإسفار من الإيمان. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث هذا المتن حتى منكر، النبي ما فعل ذلك، واحتج به أهل الأهواء، وهذا المتن منكر جدا، وإسناده أيضا مظلم. أما قوله في حديث مخرمة تكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج وقال مخرمة خبأت لك هذا، فتعامل معه على السمع. وقال في الوقت الأخرى أمرني أبي فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله دخل ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا لصوت مخرمة. وأيضا مسألة التهجد وهي الصلاة بالليل، وإن قيل فيها السهر، ولكن التهجد حتى لو صلى بركعة واحدة بعد نوم فهو تهجد. واعترض على الإمام البخاري في هذا الباب أنه تهويل وليس احتجاج على كلام على فعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأما ذكره في نكاحه فهو ضرورة، الضرورة في الأعمى في نفسي لا في غيري. والصحيح الراجح أن نقول أن الأعمى شهادته صحيحة شريطة أن يكون يعلم به قبل الأعمى، وهذا محل نقطة الطلاق أو نقطة الاتفاق في شهادة الأعمى. الأحاديث إن شاء الله تأتي يتشرحوها بإذن الله تبعا. قال المصنف حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال أخبرنا أي عيسى بن يونس سقسبة الأمين قال عن هشام الدستوائي عن أبيه، لهذا هشام بن حسان آسف طبقة فوق الطبقة، هذا هشام بن حسان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيات أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عباد عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال يا عائشة أصوت عباد؟ قالت نعم أو قلت نعم، قال اللهم ارحم عباد. ويستدلون بذلك على أنه عرفه بالصوت، ولذلك قالوا جواز الأعمى، جواز شهادة الأعمى إن كان يعلم يميز بالصوت، لأن سلم ما رأى وقال عائشة أصوت عباد هذا، فهنا اعتد بذلك لأنه يعلم. وأيضا في الحديث من الخير الكثير أنه التهجد بالليل من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وفي أيضا أنه يجوز المرأة أن تسمع يعني نعم أن تسمع لصوت القارئ أو تسمع لصوت المتكلم وتميزه، ولذلك قالت سليمان ادخل إنما أنت عبد ما بقي عليك درهم، إنما أنت مولى ما بقي عليك درهم. وأيضا هنا قال لها صوت عباد؟ قالت نعم. وفيها دلالة واضحة جدا على جواز السماع والرؤية، لأنه تأكدت بالرؤية، رأت، ولذلك يؤكد ذلك أنه لما كان الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد قال تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. قال فوضعت خدي على خده فنظرت وأطلت، وما أريد من الرؤية من شيء، ولكني أريد أن يعلم النساء مكانتي منه. هذه الليلة ليلة عظيمة أكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الجمعة مرة صلى الله عليه بها عشرة، وفي رواية من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا يعني عودا وفيئة واستغفارا وتوبة، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي إن شاء الله في محاضرة المعهد تكوين المملكة الفقهية ومقدمة أصول الشافعية والكلام على المذهبين القديم والجديد، وبإذن الله جل في علا يكون فيه تقدمة بين يدي المقدمة الحضرمية بإذن الله تعالى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.